راحوا عملوا هذا الفحص يعني ان شاء الله نطمن ما يكون في شيء ان شاء الله ان شاء الله الكشف المبكر هو دائما بيعزز او بيسهل او بيساعد على الشفاء والسلامة يا رب بتعرفوا انتم من قبل السرطان كان هذاك المرض ما هيك ما كنا حتى نسترجي نحكي او حتى نسميه صح اذا بدنا نخاف منه هو هجمنا كنا نخاف نخطئ هو مثله مثل اي مرض يعني ما بيخوف المهم نحن نكون قوايا المهم انتم اساسا كنتوا متشجعين لانه انتم جايين تفحصوا بس المهم انه تشجعوا على اعصابنا ان شاء الله المهم تشجعوا اللي حواليكم ما بتخوف وحياتك من المرض كل ما كشفنا بكير كل ما انتم كل ما نحن نقدر ناخذ الصوت والرقي والحكي جنن جنن عرفتك وحده منا يعني المرحله هي بدها تمر وحده منا يعني نحن بنقوى فيكم نحن بدنا نصير حدا كيف قوينا مو من خلالكم اهلا وسهلا عملتي الفحص ولا لا؟ لا لسه بس خايفه يعني شو خايفه؟ يعني ما احنا ما في شيء بس مو جوعان؟ لا طبعا يعني. شو ما كان الواحد بده بيعرف يفوت بيعرف شو جاي على الطريق احسن ما يكون ما له عطشان لهي؟ ان شاء الله يعافيكي باذن الله ارادتك قويه باذن الله العالمين بكون معكم دكتوره بس صورة ارادتي من اراده السوريين كلهم طبعا طبعا نحن مو بس مو انت بتقولي فينا نحسن نقول 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 موفقين لك الله يعافيك موفقين